اهلي بالجزيره ولقاء هام وخاص مع الوزير طبعا كابتن طاهر ابو زيد. برحب بيك طبعا كابتن طاهر في البدايه، وزي ما بنقول النهارده يمكن امبارح كمان كان يوم رائع، وده وعي الكبير اللي بنقوله على اعضاء النادي الاهلي. قول لي النهارده على الحضور، وشايف النهارده اليوم الثاني في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اللي اقدر اقوله باختصار شديد جدا ان انا كاهلاوي فخور بالجمعيه العموميه. النهارده لليوم الثاني على التوالي اقبال هائل، احساس بالمسؤوليه، احساسهم انه النادي الاهلي لا يرتضي أن تفرض عليه لائحة داخلية، وإن أعضاؤه مصرين على التمسك بلائحة النادي الداخلية لمعالجة العوار اللي في اللائحة الاسترشادية، اللي أعتقد إن هي لا تصلح لنادي بقيمة الأهلي. وبالتالي أنا فخور بأعضاء النادي الأهلي، بقول لهم مبروك عليكم. عايز أقول أيضا إن إذا كان هناك إقبال بهذا الشكل فهو تأكيد على إن النادي ماشي في الطريق السليم، وده تجديد ثقه للمهندس محمود طاهر في الحقيقه ومجلس ادارته. خلينا نقول ان نداء بقى لكل ابناء النادي الاهلي، لا توقفوا مسيره ناجحه. كل من يعمل لصالح هذا النادي العريق وبيقدم نجاحات سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي، اعتقد انه يحتاج المسانده. عايز اكرر شكري وتقديري لأعضاء الجمعية العمومية وأيضا لجماهير النادي الأهلي، لأن هم جزء أصيل من هذا الجمهور العظيم. وبقول هنيئا لأعضاء الجمعية العمومية، إن شاء الله بعد دقائق قليلة جدا بإذن الله يكتمل النصاب ويفوق أيضا، إن يبقى فيه لائحة لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي أن يضع لائحة بنفسه لمستقبل ولاده في الفترة القادمة. وعايز اقول ان ده مش يوم عادي. النادي الاهلي اتعملت فيه انتخابات كثيره جدا، ونجح من نجح، ولم يصادف التوفيق من لم يصادفه. انما النهارده ان النادي الاهلي يضع لائحه لاجيال قادمه، اعتقد ان ده يوم تاريخي مشهود. مبروك لاعضاء النادي الاهلي، لمحمود طاهر ومجلس ادارته، لكل من ينتمي لهذا النادي العريق. اخد منك كمان يا كابتن طاهر، وبنوجه رساله شكر للاشراف القضائي اللي الناس شككت فيه وقالت مش هيبقى فيه اشراف قضائي، واليوم النهارده يكون لاغي بالنسبه للجمعيه العموميه. لابد من توجيه الشكر اكيد من خلال شاشه قناه الاهلي. شوف، انا مش هتوقف عند المشككين والاقزام، لان دول مش موجودين في ذاكره النادي الاهلي. انا بقول ان الاشراف القضائي كان واضح بالامس واليوم، ولن اتوقف كثيرا عند الاقزام. مبروك لينا جميعا كاهلاويه. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير طاهر ابو زيد طبعا، وعضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي. تصريحات مهمه، ودي يمكن ده اللي بنراهن عليه زي ما بنقول، وعي اعضاء النادي الاهلي، الكل في مسانده لكيان النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا متابعينا، لكن في هذه اللحظات نرجع للاستوديو، واكيد في لحظات عديده هنا.